أي نظام اتصالات في العالم يتكون من ثلاث مراحل، هو المرسل والمحيط اللي ينتقل به الإشارة والمستقبل اللي هو الريسيفر. الإشارة مالتنا دائما اللي احنا نحكي بيها هسه هذا كلامي هو إشارة، مستحيل موجودة بالعالم أي إشارة هي بيور نقية ما تتكون من نويز، مثل ما هسه هذا الصوت موجود ويا نويز اللي دا أحكي لحضراتكم. هذا النويز يكون نسبته عالية بالنسبة للإشارة، فيكون السيستم مال الموبايل يكون رديء، والعكس صحيح. عندما تكون الإشارة بيور نقية، وإحنا قلنا ماكو بيور نقية 100%، لازم يكون نويز. حتى كلامي هذا، كلامك ويا زميلك، كلامك ويا أي شخص هنا بالقاعة لازم يدخل ويا نويز مهما تكون التقارير من عنده. فأكو عامل مهم جدا عندنا بالاتصالات وهو الـ SNR، نسبة السيجنال للنويز، سيجنالز الإشارات، الكلام هو الترددي إلى آخره. بس ملاحظة أنه أنا هذا النويز والمشاكل اللي قاعد تجيني بالموبايل منين تجيني؟ تجيني أما طبيعية أو صناعية. هاي الطبيعية من العواصف، من الرياح، من الأبنية، أقصد العفو الجبال إلى آخره. الصناعية، الأبنية، نلاحظ من ندخل إلى المصاعد ينقطع البث، من ندخل في أماكن تكون ناطحات انسحاب والعمارات داير مدايرنا ينقطع البث أو يصير خفوت به. هاي الأمور إحدى المشاكل بالنسبة لأجهزة الاتصالات. حكينا على السيجنال، بس أنا ما راح أدز أنا بالجهاز مال الموبايل، كل واحد إحنا شايل موبايل هو نفسه مرسل ومستقبل، هو نفسه أي جهاز موبايل هو مرسل ومستقبل، بس أنا ما أدز كلام، أدز العلم الحديث هو اللوجيك الديجيتال 01، أدز 01 عدد هائل من الكلمات، تكون عدد هائل من اللوجيك هو 01. أنا أمشي بشكل مبسط على أنه أوصل الفكرة لحضراتكم. لو أقول هلا وشلونك محمد، نشوف أنه اللون الكود مال هلا وشلونك محمد موجود 1 1 إلى آخره، من 10 بتات، من 10 قطع. بس أني من أستقبلها أشوف أكو خطأ في موقع معين، راح توصلني هلا وشلونك، هلا العفو، هلا ومحمد، ماكو شلونك، ليش هاي راحت هاي الكلمة؟ هذا نتيجة الخطأ الموجود في كل قطعة من كلمات اللي تتحول أني بها هاي الكلمات، هاي الكلمات تتحول إلى رموز أو كودات 01. قد يسأل البعض أنه ليش كذا موبايل سعره 500 دولار، 1000 دولار، وكو سعر موبايل يكون 50 دولار أو 60 دولار إلى آخره. الفرق الحقيقة هي ليست بالإكسسوارات مال الموبايل بقدر ما هو بالسيستم. البعض من حضراتكم يعرف أنه أكو نظام CDMA، هسه اكو تقنيه جديده الاو اوف دي ام، تقنيه ميمو، مالتي انبوت مالتي اوتبوت. ما اريد ادوقكم هاي التقنيات، لكن اريد اقول انه كل موبايل يغلى الثمن مالته على التقنيه المستخدمه في الديزاين للموبايل. بعض الموبايلات تستخدم الجي بي اس، الاقمار الصناعيه اتصالها. الموبايلات ما يحتاج انه محطه ارضيه في البلد انه انا ارسل معلومات مباشره عن طريق الاقمار الصناعيه. فيكون الغلاء او سعر الموبايل على السيستم اللي يستخدمه. ليش مرات انا اتصل في امريكا، في بريطانيا، في هولندا، في السويد، من اتصل ويا احد اقاربي يكون هناك تاخير بالوقت؟ هذا التاخير من شنو اجى؟ هذا يسموه ديلي تايم التاو. انا فقط اريد اعطيكم باك جراوند على الموضوع، يلا ادخل انه احنا سوينا في هذا العمل. هذا الديلي تايم، زمن التاخير، نتيجه شنو الانعكاسات؟ لان الموجه ما راح تتصل، خاصه اذا تكون من بلد الى بلد عبر الاقمار الصناعيه، راح تنعكس من عده مسارات، فمالتي باث، فيصير اكثر من باث يمر للريسيفر يوصله، فيكون هذا زمن التاخير. كل ما نقلل زمن التاخير لارسال المعلومة من المرسل للمستقبل، كل ما أنجزنا
فالشيء كبير في الاتصالات. السيستم مال الاتصالات هذا احد الانظمه الموجوده المعموله، يستخدمون رياضيا الفاست فورير ترانسفورم. رياضيا هاي الفاست فورير انه معالجه، انه شنو الفاست فورير؟ هي عباره عن تكامل الاشاره، تكامل الاشاره اللي انا دا استخدمها. الاشاره هي اللي حكي ماتي، الكلام ماتي. وراها استخدموا وطوروا الويفلت. الويفلت هي اخذ جزء من الموجه، الموجه هو الويفلت يعني الموجه المختصر مالتها، انه انا اعاملها رياضيا بتكامل رياضي عم احصل على نظام يكون السيجنال تو نويز ريشيو اللي هي الاشاره تكون عاليه ونسبه الخطا للقطع مال البتات مال 01 تكون قليله. العمل اللي سويناه هنا أنا. سوينا عده تجارب، انه استخدمنا الفاست فورير في الترانسميتر. هنا نشوف الانفيرس المعكوس يستخدم الترانسميتر. قلبت العمليه الرياضيه انه استخدمت الفاست فورير بالترانسميتر، بس انه انا ما حصلت نتيجه. في نفس الوقت استخدمت الويفلت، دمجت عمليتين رياضيه في ان واحد، حصلت على نتيجه لا باس بها. بس شفت انه انا اذا ادخلها هاي الاشاره، انا ما راح ادخل بياكم بالاشارات مال الاتصالات، بس انه هاي الاشاره المعلومه اللي اخذتها اذا احولها الى سلايدنج، اقسمها الى اجزاء وكاملها مرت اللوخ وارجع ابثها واخذها جزء جزء وبعدين ارسلها كمعلومه كامله، حصلت على نتائج جيده. هذا العمل سويناه برمجيا باحد اللغات البرمجه، مثل مرسل وشانل وظروف، خلينا للشانل القناه ومستقبل. بس ايضا انا قلت خلي تكون موثوقيه بهذا العمل، خلي اطبقه عمليا. فطبقت عمليا بجهاز احد الاجهزه المعروفه اللي يسموه الاس دي ار، هو نفسه ترانسميتر هو ريسيفر. هذا الجهاز يعمل بالريال تايم، بالزمن الحقيقي. هذا الزمن الحقيقي يعطيني كانه انا ارسل معلومات واستقبل معلومات كانه في واقع حال، تطبيق عملي. اللي حصل الشيء اللي حصلته انه النتائج كانت مقاربه بين الشيء العملي والشيء النظري. بعض النتائج حصلت على سيجنال مقبوله بهندسه الاتصالات مع نسبه خطأ جدا قليله. كانت نسبه الخطأ 2 بت لكل قطعه، لكل 100 قطعه. حصلت 1 الى 10000، 1 الى 10000 خطأ، نسبه خطأ. يعني يكون كل 10000 قطعة أرسلها يصير عندي نسبة خطأ 1. هذا الشيء عملته بشيء عملي، حصلت على نتائج جيدة في هذا البحوث اللي عملناها. ولهذا أنا أقول أنه عملية الاتصالات ان شاء الله، طبعا العلم غير يعني محدود، العلم مفتوح، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الشيء هذا الخفوت وزمن التاخير ممكن نعالجه، ولكن التقنيات تكون باهظه الثمن. قد يسال احد الحاضرين ليش احنا ما نستخدمها وموجود هاي التقنيه. كل تقنيه من هاي التقنيات الحديثه تكلف الجهاز الموبايل تقول ثمن باهظ لا يمكن استخدامه تجاريا. ولهذا نتمنى انه بالزمن القريب انه على مستوى العالم يكون الاتصالات افضل من ناحيه الاشاره، من ناحيه معالجه الخفوت، ومن ناحيه زمن التاخير اللي قلنا عليه هو التاو. شكرا جزيلا.
واتمنى انه ما اثقلت عليكم بهذه المحاضره او نقول المقطع يعني نوعا ما كان علميا اكثر مما هو فد مقطع فاصل ترفيهي. شكرا جزيلا.